انا المنطقه دي كنت عايزه اتكلم فيها، الحاله اللي عملها مسلسل النهايه وحاله جدل، وفي يقول لك ده حاجه عبقريه واحنا عدينا واحنا كان المفروض نعمل ده من زمان ونبتدي، هقول لك احنا مش فاهمين حاجه المسلسل عايز يقول ايه وايه نهايته اصلا. بتعتبر دي حاله صحيه يعني كانها بدايه لازم نبتديها وصولا بقى للشكل الامثل لدراما الخيال العلمي لو جاز التعبير؟ انا بعتبر ده الصح، يعني اللي حاصل ده هو ده الحلو. واحنا كان نفسنا دايما ان الناس لما تيجي تتفرج على مسلسل دماغها تشتغل وتفكر وكده، يعني ما تبقاش الموضوع يا بنعيط يا بنزغرط، يعني مش دي الدراما. يعني الدراما ان انت تخلي الناس تفكر. ثانيا، كل ما هو جديد هو غريب ولازم، يعني انا بعتبرها بطوله وجراه من اصحاب هذا العمل، ان معروف دايما ان احنا داخلين بنفتح طريق جديد. يعني بعد نجاح المسلسل ده خلاص اتباعت سينرجي مقدمته، بقت سينرجي قادره والمنتجين التانيين قادرين ان هم يفتحوا خيال، يفتحوا مجال اخر في التعامل مع الدراما. بقى المؤلفين عارفين ان ده ممكن يتنفذ، فانت بتطلق لهم حريتهم. اي نجم حاليا في مصر خياله زاد حته، اللي هو بقى عارف انه عنده مهارات في بلده تقدر تنفذ خياله اللي هو بيفكر فيه. اعتقد احنا عملنا كفايه ردود الفعل العالميه، حاله اكتر مسلسل مصري، اول مسلسل مصري، اول مسلسل في الشرق الاوسط. يعني مين اللي بيقدم دراما كبيره جنبنا؟ ايران وتركيا والدول العربيه. انت اول واحد قدم ده في الشرق الاوسط، فتح بالنسبه لك ردود الافعال اللي موجوده في الوطن العربي سواء بين الفنانين والجمهور، مدعاه للفخر ومدعاه للفخر لكل واحد قرر انه يعمل المسلسل.